وشع. أنا لما قريت الدور لقيت هو الدور الوحيد اللي ما كانش في الفيلم كبير، وده برضه من الحاجات اللي أنا وافقت عشانها. يعني أنا لو قالوا لي إنك هتعمل دور الأستاذ الفخراني كان مستحيل، هتعمل الأستاذ محمود عباس مستحيل، لأن أنا شايف إنه فيلم اتقفلت زي الدومنة كده. فيلم معمول حلو قوي لغاية دلوقتي، الأولاد الصغيرين بيرددوا كلامه، محكم، تحفة. محمود أبو زيد ليه وافقت؟ أنا خايف بس أزعل حد، لأنه هو أصل إحنا عندنا مشكلة في مصر إن أحيان كتير قوي مسألة أنا بشبهها بالتموين. لما بروح نجيب التموين، يعني أنا راح أجيب التموين عاوز زيت والسكر، هو مصر يديني الشاي والكبريت أنا مش عايزه، فأنا مضيت بسوبرمان نفس المنتج اللي عمل الكيف فمضوني الكيف. يا جماعة أنا مش عايز الكيف والله، قلت لهم مش عايز. يا جماعة والله العظيم ما عايزه، وأقسم بالله وأنا بقسم بالله وده هيتاخد عليا، معظم شغل بيومي فؤاد في السنة الواحدة كسوف. أنا بقول لا ما بيوفوش، بفضل بقى من بعد كده بتفضل عندي حسبة إنه آه ده زمانهم بيقولوا ده بقى نجم، ده زمانهم بيقولوا ده اتغر، ده زمانهم بيقولوا ده معرفش كذا، ده زمانهم بيقولوا معرفش إيه. أفلام الحقيقة يعني لو عشان الوقت في فيلم بتاع عسق أنا مش فيه. اه وكنت هبقى فيه والله واعتذرت والله العظيم. قلت مني. بص اقول لحضرتك على حاجه، الكوميديان اللي يسيب ورق في حاله مش شاطر، بس بالاتفاق المؤلف اساسا انا شايف ان من اقل الادوار اللي انا لعبت فيها كحط هو كان الحقيقه اورنج في سوبرمان، لان المؤلف هايل وعامل ورق محكم ومنضبط ودمه خفيف، وانا بحب الورق اللي هو زي بتاع لينين الرملي في المسرح، الورق المحكم المنضبط الدمه خفيف. انا ببقى حريص جدا وانا بضيف اضيف لكن ما اشيلش حاجه، انا ببقى حريص اقول حلف وجر، وببقى حريص كمان لان انا يمكن عارف المساله شويه ان المؤلف لما بيكتب شطب وكتب وشطب وكتب وشطب وكتب، فهو حاسس الكلمه قوي. فتلاقي مثلا لما يقول لك ايه انت عوقت ليه دلوقتي، لما حد يقول لك انت ايه اللي اخرك كده، هو عاوزها عوقت. وشوشه الموقع الفني الاول في مصر، رئيس مجلس الاداره محمود اسماعيل، الاشراف العام احمد الهواتي. www.washwasha.org